طيب احنا نيجي لشكري. طيب. بس انا هاخد حضرتك من هذه الصوره اللي انت بترسمها انه هذه الجماعات جماعات تتصارع على مناطق النفوذ، على الامامه، على تكبيرات العيد، على التمويل، الى شهادتك انه لانك اقتربت ورايت واحنا بادئين يعني احنا مش قادرين نرجع لداعش دلوقتي وبيموتوا بعض ازاي على البرد والقاعده. ما احنا يعني كما فتحنا بدا هنرجع للخلاف بين هذه الجماعات الان. من 50 سنة نصف قرن بدايه المرحله دي كانت في الفنيه العسكريه، تنظيم صالح سريه اللي هو انت كان تقريبا بعد شهور من انتصار اكتوبر، وبعد ما الرئيس السادات كان خلاص اتفق مع الاخوان وادى مساحه يعني الاسلاميين ان هم يشتغلوا، فاذا بينا نلاقي تنظيم صالح سريه اللي هو كان متفق مع الاخوان بشكل او باخر بيخطط لقتل قلب نظام الحكم واغتيال الرئيس السادات. انت يعني شفت ناس من التنظيم الفني العسكري مش كده؟ ده صحيح. احنا عاوزين نقول ان هو طبعا الاخوان في بنائها الثاني في فترة السبعينات بعد 65 وغيره وعبد الفتاح اسماعيل وتشكيله للتنظيم، وبعد كده سيد قطب وخروجه، وبعد كده التنظيم يعدم سيد قطب وعبد الفتاح اسماعيل اللي هو والد نجيب عبد الفتاح اسماعيل هيبقى يودي دور بعد كده هنشوفه بعد كده، و هنطلع في اخو علي اسماعيل اللي هو عمل التوقف علي التبين. علي عبد اسماعيل هيطلع هيعمل التوقف التبين وهيطلع هو علي عبد اسماعيل هيعمل الفنيه العسكريه. علي عبد اسماعيل هيطلع ويروح لزينب الغزالي ويلتقي بطلال الانصاري وكرم الاناضولي، وكرم الاناضولي كان عنده مشكله نفسيه داخل كليه الفنيه العسكريه مع احد الضباط وهو كان طالب في كليه الفنيه العسكريه، وبيجي صالح سريه يجي لنا برده من العراق وفلسطيني راح العراق وبعدين جه على مصر. طب وكان منتمي لحزب التحرير وجاي على هو مراته، فزينب الغزالي بتستقبلهم وهم ظروفهم كانت الماديه صعبه، كانت بتدي لهم هي حتى التموين بتاعها وسكنتهم جنبها، وهو صالح بيعرض عليها انه يعمل تنظيم بتقول له رحت ماليش دعوه يعني شوف. فطبعا تدي له فسحه يعني اجازه وبتقابله بالمرشد حسن الهضيبي وقتها في البيت بتاعه، والهضيبي يقول له والله احنا يعني لا معاك ولا ضدك، احنا يعني براحتك يعني لو نجحت احنا معاك. يعني الوقائع اللي بعد كده قالها طلال الانصاري في كتابه مذكرات طلال الانصاري انه صالح سريه عرض خطه الفنيه العسكريه وخطه التنظيم بتاعه وقلب نظام الحكم والاعلان نفسه رئيس على حسن الهضيبي، وحسن الهضيبي اقرها بمنطق انه اذا نجحت فنحن معك واذا فشلت فنحن لا نعرفك. بس طبعا راح علي عبد اسماعيل والتقي بطلال، وطلال صريح حكى ده في مذكراته وقال الشهاده بالضبط وازاي قعدوا مع حسن الهضيبي، وحتى لما هي حصلت مواجهه بينه وبين زينب الغزالي داخل التحقيقات في امن الدوله هي ضربته بالقلم قالت له انت مش راجل، ضربت طلال. لما هو قال لها لا انت كنت معانا وحصل كذا كذا والاخوان هم لان هم جميعا انكروا صالح سريه في بيانات رسميه بعد كده، لكن هم كان التنظيم تبع الاخوان المسلمين قلبا.